بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشرك الذي عبد مع الله غيره تنقص الله سبحانه وتعالى تنقصا عظيما، حيث إنه ساوى غيره به في العبادة، والله جل وعلا لا يساويه أحد، ليس كمثله شيء. الله جل وعلا لا يساويه أحد كائنا من كان، فهو الغني الحميد، وما سواه فهو فقير عاجز. ولهذا سمى الله الشرك عدلا به، قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون غيره به، بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون غير الله به، يسوونه به. تالله إن كنا لفي ضلال مبين لنسويكم برب العالمين. فالمشرك سوى غير الله بالله، وهذا أعظم الظلم وأعظم التنقص لله عز وجل. لهذا قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي يقبض الأرض بيده والسماوات باليد الأخرى يسوى به العاجز الفقير من كل وجه، هذا باطل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. كيف يسوى الذي لا يقدر أن يخلق الذباب الذي هو أضعف شيء بالخالق الذي خلق كل شيء؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه وتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. قال سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون بل الظالمون في ضلال مبين. والآيات في هذا كثيرة تدل على بطلان الشرك من أصله، لأن المشرك مع الله لا يساوي الله عز وجل في شيء، في أمر من الأمور. وأبين ذلك وأوضحه الخلق: أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض، أروني ماذا خلق. هذا تحدي، تحدى الله المشركين أن يبينوا ماذا خلقته آلهتهم من السماوات أو من الأرض، فلم يبينوا، دل على بطلان الشرك. وهذا من العجيب أن المشرك يشاهد أن الخلق كلهم لله عز وجل، هو الذي خلقهم، ولم يشاركه أحد الخلق، فكيف يشارك معه أحد بالعبادة؟ فالحاصل أن المشرك سوى غير الله بالله، فلا يستحق العبادة إلا من يقدر على الخلق والرزق والإحياء والإماتة، تدبير الأمور، هذا هو الذي يستحق العبادة.
أما العاجز الفقير الضعيف هذا لا يستحق شيئا من العبادة. نعم. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغر، وإن يسلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على إنقاذه منه. كذلك البرهان الثاني أن الذباب لو أخذ من هذه الآلهة التي يعبدونها، الذباب أضعف شيء، لو أخذ منها شيئا ما استطاعت أن تسترده منه، لأنها جمادات عاجزة لا تدافع عن نفسها، كيف تدافع عن غيرها؟ نعم. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. هم يعترفون بهذا، يعترفون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، يعترفون بتوحيد الربوبية، لكنهم يشركون في العبادة، لا يشركون في الربوبية، إنما يشركون في العبادة. نعم. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل، وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا وعبثا. نعم. كذلك من كفر بالرسالة وقال ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا معناه أن الله ترك عباده هملا وضيعهم، فالذي يجحد الرسالة ما قدر الله حق قدره، لا يليق بالله جل وعلا أن يترك عباده ولم يبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، طريق الهدى من طريق الشرك كفر، هذا ما قدر الله حق قدره. فاللائق بالله جل وعلا أنه يرسل الرسل وينزل الكتب لأجل هداية الخلق وبيان الحق لهم وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، هذا من شؤون الرب سبحانه وتعالى، كيف يكون ربا للناس ويتركهم ويهملهم؟ هذا لا يليق بالله عز وجل. نعم. وكذلك ما قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم. وهذا من أعظم التنقص، نفي الأسماء والصفات عن الله من أعظم التنقص، هم يزعمون أن هذا تنزيه لله، تعظيم لله، وهو في الواقع تنقص لله عز وجل، إذا كان ما له أسماء ولا له صفات كيف يكون ربا؟ لا يخلق ولا يرزق ولا يعلم ولا يقدر على قضاء حوائج خلقه، كيف يكون إلها؟ إذا سلبوا عنه القدرة والعلم والإرادة والتدبير الرحمة والغضب كيف يكون إلها وهو ليس له الصفات؟ نعم. فما قدر الله حق قدره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل من نفى عنه الأسماء والصفات ما عظمه حق تعظيمه ولا قدره حق قدره. نعم. وكذلك ما قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكذلك ما قدر الله حق قدره من عصاه، خالف أمره وارتكب نهيه، ولله المثل الأعلى، لو أن ملك من الملوك أمر بأمر فخالفه أحد ولم يعمل بأمره، أو نهى عن شيء وخالفه وارتكب هذا الشيء، ألا يكون متنقصا للملك؟ هذا واضح، فكيف بالذي يعصي أمر الرب سبحانه وتعالى ويخالف أمره ويرتكب نهيه؟ هذا متنقص للرب سبحانه وتعالى. نعم. فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد. الذي نفى الكلام عن الله، إذن
كيف يأمر وينهى وهو لا يتكلم؟ هذا تنقص لله عز وجل. ولهذا لما عبد بنو إسرائيل العجل قال لهم الله سبحانه وتعالى: ألا يرون أنه لا يكلمهم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين؟ لا يكلمهم، دل على أن اللي لا يتكلم كيف يأمر وينهى ويدبر الخلق؟ هذا مستحيل. ألم يروا أنه لا يكلمهم إنما هو جماد ولا يهديهم سبيلا، ما يبين لهم طريق الخير من طريق الشر، عاجز. نعم. فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، ونفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم، فأخرجها عن قدرته ومشيئته وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب. قال الخليل عليه السلام لأبيه: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ دل على أن الرب يسمع ويبصر، والذي ينفي السمع والبصر عن الله هذا مثل الذي يعبد الصنم، يعبد صنم، هذا الذي لا يسمع ولا يبصر هذا صنم. نعم. ونفى عموم قدرته. لهذا يقولون المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. نعم. ونفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم، فأخرجها عن قدرته ومشيئته وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب. هذا اللي ينفون القدر، أيضا ما قدر الله حق قدره من نفى القضاء والقدر، لأن الله جل وعلا هو الذي قدر المقادير وقضى القضاء سبحانه وتعالى. الذي لا يقدر ولا يقضي هذا ليس بإله. نعم. فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، فتعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. أشباه المجوس لأنهم يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم دون أن يكون لله فيها إرادة أو خلق أو تدبير، صاروا مثل المجوس الذين يقولون إن الإله إلهان، إله خالق للشر وإله خالق للخير، يعبدون اثنين، أو يقولون إله خالق للنور وإله خالق للظلمة، لذلك يعبدون النار. هؤلاء هم المجوس. المعتزلة أشر من المجوس، المعتزلة أثبتوا خالقين متعددين، وأما المجوس أثبتوا خالقين. نعم. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله ولا له عليه قدرة ولا تأثيم له فيه البتة. كذلك الجبرية، جبرية تنقص الله بقولهم إن العبد مجبور على فعل نفسه، ما له فيها تصرف، على العكس من المعتزلة. المعتزلة يقولون أنه مستقل يخلق فعل نفسه، جبرية يقولون لا، ما له أي قدرة على أفعاله، إنما يحرك فقط. إذن الله يعذبه على شيء لم يفعله، هذا ظلم، فهم ما نزه الله عن الظلم. تعلق الثواب والعقاب بالفعل دليل على أن الإنسان له إرادة وله مشيئة، يأتي الشيء باختياره ويتركه باختياره، فهذا إذا قيل أنه مجبور صار أنه يعذب أو يثاب على شيء ليس من فعله وإنما هو من فعل غيره. نعم، هذا ظلم، لم ينزه الله عن الظلم. نعم. ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله، فهو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. نعم، في الخلق المكره لا يؤاخذ، المكره لا يؤاخذ لأنه ليس له اختيار، كذلك الرب سبحانه وتعالى لو كان أنه أجبر العباد معناه أنه أكرههم، فكيف يعذبهم على شيء قد أكرههم عليه؟ نعم.
وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عقبه عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع؟ نعم يجبر، نعم كيف؟ صنعك. كيف يجبر؟ نعم كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير، ولا هو واقع بإرادته ولا فعله البتة، ثم يعاقبه عليه؟ أفعال العباد من ناحية إيجادها هي أفعال الله جل وعلا، ومن ناحية عملها، من ناحية عملها والإتيان بها هي فعل العبد. فلا يقال إن الله ليس له فيها إرادة البتة، ولا يقال إن الله أجبر الناس عليها وليس للعباد فيها اختيار. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر قول، وهم أشباه المجوس والطائفتان ما قدر الله حق قدره. لا النفاة ولا المجبرة، كلهم ما قدر الله حق قدره. نعم. وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا حش ولا ما كان يغضب عن ذلك. كذلك لم يقدر الله حق قدره من قال إن الله ليس في العلو وليس مستويا على العرش، وإنما هو في كل مكان، وهم الحلولية، تعالى الله عما يقولون. إذن لا ينزه عن الأمكنة القذرة كالحشوش ودورات المياه، تنقص الله عز وجل. أما من عظم الله وقال إن الله فوق مخلوقاته وهو مستوى على عرشه كما وصف الله نفسه بذلك، هذا قد قدر الله حق قدره. نعم. بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فصانه عن استوائه على سرير الملك ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. نعم. وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، فالأفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه. من نفى عن الله الأفعال، من نفى عن الله الأفعال وقال إن الله لا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ولا يجيء يوم القيامة وجاء ربك، نفى عن الله المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وصفه بالعجز، وصف الله بالعجز وعدم الفعل. نعم. فمن نفى أفعال الله فقد تنقص الله وجعله جمادا لا يتحرك ولا يعمل أي شيء. نعم. ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور. ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك، هذه أفعال. نعم. فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروا. الذي كلم موسى وقال إني أنا ربك، أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ من الذي كلم موسى؟ يقولون كلمته الشجرة تقول أنا ربك، اذهب إلى فرعون إنه طغى، الشجرة تقول هذا. نعم. إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروا حق قدره. إيه نعم، هم يزعمون أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، فنفوا عنه الأسماء والصفات تنزيها له عن مشابهة المخلوقين فعطلوه. نقول لهم أنتم الذين شبهتم الله بالجمادات العاجزة
فأنتم في الحقيقة أنتم المشبهة. أما نحن فنقول إن أسماء الله وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لا كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أسماء وصفاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فنحن نثبت مع التنزيه. وأما أنتم فتعطلون عنه أسماءه وصفاته، تجعلونه عدما عاجزا. نعم. فليس التنزيه في نفي الأسماء والصفات، التنزيه في نفي المشابهة بينه وبين خلقه. نعم. وكذلك لم يقدوه حق قدره من جعل له صاحبة وولدا. نعم. وهم النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ومعلوم أن الولد جزء من الوالد، والولد يشبه الوالد، والله لا شبيه له سبحانه، فهم أثبتوا لله الشبيه ولم ينزهوه عن الشبيه، وجعلوه محتاجا إلى الولد، وجعلوا المسيح جزء من الله، وجعلوا له من عباده جزءا. نعم. هذا في النصارى. نعم. وجعله سبحانه يحل في جميع مخلوقاته، أو جعله هذول يسمون البهائية والحلولية، يقول إن الله يحل في المخلوقات في الكائنات، وإذا وصل الإنسان إلى درجة من العبادة فإن الله يكون حالا فيه، تعالى الله عن ذلك. نعم. أو جعله عين هذا الوجود، هذا أشد، اللي وهم أهل وحدة الوجود اللي يقولون ما في خالق ومخلوق، الكون كله هو الله. واللي يقول أن الخلق ينقسم إلى قسمين، أن الوجود ينقسم إلى قسمين، هذا مشرك عندهم. التوحيد أن تقول الوجود كله هو الله، بما فيه من الحيوانات والكلاب والخنازير، كل شيء هو الله، تعالى الله عما يقولون. هؤلاء أهل وحدة الوجود كابن عربي والتلمساني وابن الفارض نعم من سبعين. نعم. وكذلك لم يقدوه حق قدره من قال إنه رفع عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم. نعم. وكذلك لم يقدوه حق قدره من قال إنه رفع عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأعلى ذكرهم، وجعل الله فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذل أينما ثقفوا، وهذا يتضمن غاية القدح في جناب رب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. نعم. الرافضة يدعون في أئمتهم العصمة وأنهم يدبرون الكون، وأن كل شعرة وكل ذرة في الكون إنها من تدبير الأولياء والأئمة، هذا قول الرافضة والشيعة الغلاة. الشيعة الغلاة هم يقولون كذا، يعني يعطون لأئمتهم ما يساوونهم بالله عز وجل، فهم مثل يشبهون النصارى في المسيح، في غلوهم في المسيح. نعم. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين، يصفون أولياء الله بخواص خلقه مثل أبي بكر وعمر وسادة الصحابة بأنهم كفرة وأنهم أعداء الله وأنهم. وأما من كان من أهل البيت فإنه ولي الله ولو كان من أكفر الخلق، يكفي أنه من أهل البيت. فيقولون أبو طالب أنه من المسلمين، وأن هذا من أشد الكفر والإلحاد لله عز وجل، التنقص لله. أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله جل وعلا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ الرافضة يقولون نعم، ما دام أنه من أهل البيت فهو ولي الله ولو كان كافرا، وأما إذا كان ما هو من أهل البيت فهو عدو الله، كما قالوا في أبي بكر وعمر. هذا تنقص لله عز وجل. نعم. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله،
وأخذ زمانا طويلا يكذب على الله كل وقت ويقول قال الله كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ الشرائع أنبيائه ورسله. هذا مثل كلام اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم، كذبونه ويقولون إنه متقول على الله وأن الله لم يرسله. هذا تعجيز لله عز وجل، يجي رجل ويدعي أنه رسول الله ويأمر وينهى ويشرع ويجاهد ويقاتل الناس والله يتركه ولا ويقره على هذا، هذا تنقص لله عز وجل. نعم. وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويقويه ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره. تقرير الله له، تقرير الله له وإعانته له، هذا دليل على صدقه، لأن الله لا يمهل الكذاب أبدا. الذين ادعوا النبوة ما أمهلهم الله ولا صار لهم ذكر ولا صار لهم أثر، محى الله أثرهم وأبطل قولهم، فدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يؤيده ويعينه ومكنه في الأرض ونصر دينه وأعلى دينه، هذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله له قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني كيف الله يشهد هذا ويعلم هذا ويترك. نعم. وتحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء إلى يوم القيامة، ومعلوم أن هذا يظهر صدق الرسول في كل لحظة وفي كل وقت مما أخبر به، وجاء كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أخبر عن أشياء في المستقبل ووقعت كما أخبر، دل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأن الكذاب يخبر بما لا يقع وما لا يكون. نعم. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وفي علمه وحكمته ورحمته وربوبيته، تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين كما قال الشاعر: رضيعي لبان ثدي، رضيعي لبان ثدي أم تقاسما. هذا يعني يقول إن الرافضة فيهم شبه من اليهود. نعم، فيهم شبه كبير من اليهود. قد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رده على الشيعة، في أول رده على الشيعة ذكر المشابهة في منهاج السنة النبوية، أوله ذكر المشابهة بين اليهود وبين الشيعة من وجوه كثيرة. نعم. كما قال الشاعر: رضيعي لبان ثدي أم تقاسما، رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. هذا من كلام الأعشى، من شعر الأعشى. نعم. بأسحم داج عوض لا نتفرق، عوض بأسحم داج عوض لا نتفرق، يعني متشابهين من كل وجه. يمدح واحد من العرب يقول إنه هو الجود، كأنهم أخوة لا يتفرقون أبد، هو الجود. نعم. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الشقاء، وأن يثيب أعداءه ومن لم يعصه. نفات الحكمة إلى الأشاعرة وغيرهم، وإن الله يفعل لا لحكمة، يفعل لا لحكمة، ليس له حكمة في أفعاله، معناه أنه لو عذب المسلم ونعم الكافر إن هذا له ذلك، لله أنه يعذب الكافر، أنه يعذب المسلم وأنه يكرم الكافر، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء لكن لحكمة، يفعل ما يشاء لحكمة، أو يفعل ما يشاء بدون حكمة، فلا يليق به أن يعذب المسلم وينعم الكافر. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. الله نفى هذا ويقول لا، الله يفعل ما يشاء،
لو يشاء عذب المسلم وأدخله النار، ونعم الكافر وأدخله الجنة، لأنه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل تعالى الله عما يقولون. نعم، هو لا يسأل عما يفعل سبحانه لكمال حكمته، يفعل ما يشاء مع الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، هو الحكيم، وصف نفسه بأنه الحكيم. نعم. وكذلك لم يقضوه حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الشقاء، وأن يثيب أعداءه ومن لم يطيعه طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه جائز، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك. قدر الله حق قدره من قال كلا الأمرين جائز في حق الله. نعم. وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله. وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار، وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا. وكذلك لم يقضوه حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى. يكفي نقف عند هذا. الله تعالى أعلم.